أهلا بكم. قالت الأمم المتحدة إنها أوقفت عمليات تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن جراء إغلاق التحالف العربي كافة موانئ البلاد. وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركي أن التحالف طلب من فريق آلية التحقق والتفتيش الأممية إبلاغ جميع السفن التجارية في الحديدة والصليف بضرورة المغادرة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي تبعات إيقاف الأمم المتحدة لعملها الإنساني في اليمن؟ وما مدى انعكاس إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية على حياة اليمنيين؟ لم تتوقف تداعيات أزمة إطلاق صاروخ باليستي للعاصمة السعودية الرياض عند المشهدين السياسي والعسكري، بل كان لها تأثيرات أخرى على الوضع الإنساني. تصعيد للميليشيا يقابله تصعيد للتحالف العربي وإغلاق لجميع المنافذ، بالإضافة إلى غارات عديدة خلفت ضحايا وأزمة حصار جديدة تضاف إلى الأزمة الطويلة التي يعيشها اليمنيون منذ اندلاع حرب الانقلاب. عقاب جماعي طال جميع اليمنيين فيما كان برأي مراقبين تعبير عن عجز مريع للتحالف العربي طيلة فترة الحرب، فلم يقلص ذلك من تهريب الأسلحة الإيرانية، ولم تنعكس تبعاته إلا على المواطنين. قبل النقاش نشاهد التقرير. مرحلة جديدة من التصعيد على كافة المستويات، تصعيد أمريكي في وجه إيران وإيقاف أممي للعمليات الإنسانية على خلفية إغلاق التحالف العربي كافة الموانئ والمنافذ البرية والجوية لليمن. يبدو أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على الرياض قد خلط الأوراق وأعاد ترتيب المواقف الدولية تجاه التطورات في اليمن. على وقع ذلك التأثير الذي أحدثه الصاروخ في عاصمة الدولة القائدة للتحالف العربي، فالولايات المتحدة أكدت على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أنها لن تغض الطرف عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من قبل إيران، وذلك قبل ساعات من جلسة لمجلس الأمن من المقرر أن تناقش التطورات الخطيرة على الساحة اليمنية. السفيرة هيلي استندت في بيان لها بهذا الخصوص إلى معلومات قالت إن السعودية كشفتها في وقت سابق حول صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على المملكة في يوليو الماضي، تبين أنه من نوع قيام إيراني الصنع ومن نوع الأسلحة التي لم يكن لها وجود في اليمن قبل الحرب، مما يشكل انتهاكاً لقراري مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقمي 2116 و2131. وعلى الصعيد الإنساني، أوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه أن التحالف طلب من آلية التحقق والتفتيش الأممية إبلاغ جميع السفن التجارية في الحديدة والصليف بضرورة المغادرة، ما حمل الأمم المتحدة إلى تعليق عملياتها الإنسانية وسط تحذير من تأثير هذا الإغلاق على الحياة اليومية لليمنيين في بعض المناطق، فضلاً عما يسببه من ارتفاع حاد لأسعار الوقود وفقاً للمتحدث. غاب صوت الحكومة اليمنية عن هذه الأحداث والتطورات، وبات مستقبل الحرب في اليمن رهن بتصارع الإيرادات الدولية والإقليمية، فيما يبقى اليمنيون بدورهم رهن التأثيرات القاسية للحرب على حياتهم وأقواتهم ومستقبل وطنهم. ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري العميد حسن الشهري. أهلا بك سيادة العميد. قرار من التحالف العربي بإغلاق جميع المنافذ اليمنية، إلى متى سيستمر هذا الإغلاق وما هي مدته الزمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة أن صوت الـ ما كان واضح في البداية، لكن بإمكاني إعادة السؤال. سؤالي عن قرار التحالف العربي فيما يخص إغلاق المنافذ اليمنية، إلى متى سيستمر هذا الإغلاق؟ هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية عسكرية جديدة في اليمن، لأنه الاستراتيجية الماضية لها أولويات، الآن نبدل في الأولويات، ولا بد من فرض الحصار كما بدأ التحالف يوم 26 مارس 2015، لأنه مع الأسف لا الأمم المتحدة ولا الانقلابيون ولا كثير أيضا من المتنفذون في الشعب اليمني والمقربون أحيانا من الشرعية التزموا، والكل يقتات على حساب الشعب اليمني. لا بد من إجراءات صارمة
والأمم المتحدة تقيدت عندما عرفت أن هناك عزيمة. هذا واحد من أحد شروط إنهاء الأزمة في اليمن، منع وصول أي شحنات عسكرية سواء صواريخ أو قوارب مسيرة أو ألغام بحرية أو أرضية أو ذخائر أو خلافه، سواء من البر أو من البحر، وبالذات مينائي الحديدة والصليف. هذا الموضوع لا يمكن التكهن بمتى ينتهي، ولكن عندما تبسط الشرعية نفوذها بالكامل على كل شبر من أراضي اليمن ستكون موانئ ومطارات اليمن مفتوحة. ولكن أؤكد أن الوضع الحالي الشرعية تسيطر على ماذا؟ أو علاجية. الشرعية ليست تسيطر على 80%؟ نعم تسيطر على 80%. طيب 80% هناك موانئ ومنافذ خاضعة لسيطرة الشرعية، لماذا حتى هذه المنافذ أغلقت؟ لماذا؟ لأنه إذا أنتم في الإعلام ولا تدركوا مثل هذا الأمر، الأمم المتحدة فرضت شرطا واحدا أن تكون يعني يكون ميناء الحديدة هو الميناء الوحيد الذي تأتي عن طريقه المواد إلى اليمن. مع الأسف هناك ضغوط بيئية ولكن قاومناها، لم ننحني لها، والآن الأمم المتحدة هي من انحنت للحق حاليا، وبالتالي ميناء عدن مفتوح ستهيأ وتؤهل الموانئ الأخرى كالمخا والمكلا وخلافها، وستكون أيضا طرق لإيصال المواد اللي داخل اليمن. طيب. نشرك معنا في النقاش ايضا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي غمدان اليوسفي من هولندا. اهلا بك استاذ غمدان. تصعيد من قبل الحوثي يتبعه تصعيد للتحالف العربي تسبب بايقاف الامم المتحده لعملها الانساني في اليمن، ما تبعات ذلك من وجهه نظرك على حياه المدنيين؟ اولا ربما الجميع سمع بما حصل خلال الايام السابقه بعد الاعلان عن اغلاق المنافذ البريه والبحريه والجويه، يعني بما يتعلق الذي مس مباشرة المواطن بشكل مباشر، لم يتأخر يعني لم يتأخر التأثير لمرحلة سابقة لاحقة، يعني مباشرة لمس المواطن وبدأت ارتفاع الأسعار يعني بشكل جنوني، وصلت إلى يعني إلى 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 200 و300 و400% لأسعار يعني المواد الأساسية الحياتية، وأعتقد الجميع شاهد ذلك. أعتقد أنه المبررات سواء التي يطرحها يعني ضيفك الكريم، ويعني أعتقد أنه أيضا نحن نتحدث بصفتنا ربما يعني صحفيين أو كتاب أو حتى قنوات أو ما إلى ذلك، في غالبيتها مقربة أساسا من الشرعية، ومعظمنا يعني أنا أتحدث على الأقل بشكل شخصي وقفنا يعني مع كل الإجراءات يعني التي يعني كانت تستهدف الحوثيين بدرجة أساسية. لكن حين وصلنا اليوم إلى إغلاق يعني منفذ الوديعة، ما الذي يشكله من خطورة منفذ الوديعة وهو المنفذ الذي يعني تديره المملكة العربية السعودية وهو تابع للمملكة العربية السعودية؟ هناك أخبار غمدان قبل قليل تتحدث عن إعادة فتح المنفذ. نعم إعادة فتح المنفذ بعد ما أغلق لساعات، أيضا أغلق ميناء عدن ليومين، يعني رحلات الطيران أغلقت بشكل كامل. ما الذي تشكله رحلات الطيران لطيران اليمنية التي تسافر إلى المملكة العربية السعودية أو إلى الأردن أو إلى السودان من خطورة يعني على يعني هل بإمكان هذه الرحلات أن تهرب صواريخ مثلا إلى اليمن إلى سيئون أو إلى عدن، ونحن نتحدث عن أن مطار عدن ومطار سيئون يدار من قبل يعني قوات التحالف العربي أو تحديدا الإمارات العربية المتحدة. يعني كل هذه الإجراءات أعتقد أن هناك تخبط واضح في إدارة المسألة، وإلا فليتم الحديث مباشرة عن يعني عن التشديد على مثلا على ميناء الحديدة، برغم أننا ندرك أن معظم السفن التي تقدم إلى مدينة إلى ميناء الحديدة أساسا تمر بتفتيش من قبل قوات التحالف يعني في البحر. ويعني كل هذه أيضا نحن نتحدث عن ميناء يعني مهيئ، لا أقول مهيئ ولكن أقول قادر، يعني دول التحالف قادرة على تهيئته، وهو ميناء المخا الذي يعني طيب أستاذ غمدان، يعني العميد حسن الشهري كان أشار إلى نقطة أن هناك ضغوط تفرض من قبل المؤسسات الدولية التي تقدم المساعدات في أنها لا تتعامل إلا فقط مع ميناء الحديدة. هو يرى أنه بهذا التوجه الجديد وهذه الاستراتيجية ربما التحالف يضغط على هذه المؤسسات ويدفعها نحو التعامل مع ميناء عدن بعد إعادة تأهيله وميناء المكلا كما ذكر.
يعني من الصعب ان يعني ان نتحدث عن هذه الجزئيه بان فقط يعني الامم المتحده تصر على 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 يعني على ميناء الحديده، بينما اعتقد انه ميناء عدن مفتوح وليس فيه اي اشكاليه، وموانئ المكلا وايضا ميناء المخا الذي تسيطر عليه الامارات العربيه المتحده، اضافه الى المطارات. يعني اليوم نحن نتحدث عن اكثر من 1000 عالق في مطارات العالم كان لديهم رحلات يعني وكانوا في صالات الانتظار للسفر. يعني ما الذي يعني سيجني هؤلاء، ما الذي يتسبب به هؤلاء لكي يتم منع اعادتهم من يعني من بلدان الخارج الى بلدهم؟ يعني انا اعتقد انه الخطوره في هذه المساله اعتقد يعني ليست مبرره مطلقا، لا يوجد اي تبرير لهذا الاجراء يعني بكامل مواصفاته، لكن يعني الضغط على ما يتعلق ميناء المخا وميناء عفوا الحديده وميناء الصليف قد يكون هناك جزئيه يعني التحدث عنها يعني مقبول انها يعني ان هذين الميناءين يعني مسيطر عليهم من قبل الميليشيات والامم المتحده لم تحرك ساكن في هذا السياق، لكن ان يتم شمول يعني ميناء عدن او المنافذ البريه سواء الوديعه او منفذ شحن او غيره، يعني كل هذه عطلت حياه الناس، وبالتالي يعني التاثير كان مباشرا. اليوم يعني حتى الحديث انت تتحدث الان يعني زميلي سامي عن ان المنفذ الوديعه تم فتحه، لكن الحديث يدور الان عن ان فتح المنفذ الوديعه فقط للمسافرين وليس للبضائع. يعني هذه برضو تطرح علامات استفهام، يعني صحيح. انه الضغط الحاصل على السوق اليمنيه يعني حاليا وارتفاع هذه الاسعار بسبب يعني صعوبه دخول المواد الغذائيه، يعني هل ستؤثر كل هذه الاجراءات في عدم دخول صواريخ للحوثي؟ لا اعتقد انها ستحقق اي نجاح في هذا السياق، وهذا الامر في الاساس كان يفترض ان يطرح من بدايه هذه الحرب، لكن تم اتخاذ اجراءات متعدده. هل يعني هناك صواريخ ما زالت تدخل الى الحوثي؟ يعني يجوز ان نقول نعم ويجوز ان نقول لا، لكن العقاب الجماعي ربما هذا الاسلوب اليوم يلفت علينا كل المنظمات الدوليه. نحن نتحدث عن يعني عن نجاه التحالف باعجوبه هذه المره من لجنه التحقيق الدوليه، وعرفنا ذلك الضجيج بالكامل، ولدينا في شهر يعني سبتمبر القادم يعني جلسة، وسيتم أعتقد في تلك الجلسة لن ينجو التحالف من يعني من 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 تشكيل لجنة تحقيق دولية يعني بالانتهاكات التي ترتكب من قبل التحالف في هذه المرة، خصوصا بعد إغلاق هذا المنفذ إذا رصدت هذه الحالة، ويدور الآن يعني كونها حصار. غمدان سأعود لك، غمدان أعود مرة أخرى لضيفنا من الرياض العميد حسن الشهري. ما تعتقده سيادة العميد ووصفته بأنه استراتيجية جديدة في الحرب تتخذ من قبل التحالف بناء على هذه القرارات، البعض يراه أنه ربما يمثل حالة من العجز للتحالف العربي، طيلة الفترة الماضية لم تستطع هذه الإجراءات من تقليص عملية تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيا، ولا تنعكس هذه الاستراتيجية التي تراها أنت أنها جديدة ومناسبة إلا فقط على المواطن البسيط، هو الأكثر تضررا من هذه الاستراتيجية. يعني أولا أحيي الأخ غمدان من هولندا وأشار إلى نقطتين، مع الأسف ولازلنا نذكر دائما بأن لا يجوز في هذه المرحلة ومن قناة تدعي أنها صوت اليمنيين في جلب الناس، وأشار إلى التخبط اللي يراها الأستاذ غمدان هو إعادة ترتيب الأوراق من جديد بالاتجاه الصحيح. الاستراتيجية المطبقة الأولى كانت تراعي الشؤون الإنسانية. سيادة العميد ممكن ترفع صوتك؟ والبنية التحتية. الآن يبدو لي أن الصورة أو الزوايا تتحرك قليلا باتجاه آخر. أما التحالف يقوم بعقاب جماعي لليمن فهذا شر البلية فيما يضحك. إذا كان التحالف قدم الإنسان والمال والمعدات من أجل سلامة اليمن وأرض اليمن وشعب اليمن وأن لا يرتهن ويكون ولاية إيرانية، فمن المستغرب ان نسمع مثل هذا الكلام. انا اعتقد انه لا يقصد الاستاذ غمدان، واعرف انه الاعلامي احيانا من كثر حرصه على بلده تخرج منه بعض الاعمال، لا يوجد انتهاكات. طيب بما انك تطرقت لما طرحه غمدان سياده العميد، فقط سياده العميد طيب ساعطيك فرصه. غمدان اشار الى نقطه مهمه تتعلق بانه مثلا منفذ الوديعه فقط هو لحركه المسافرين، دخول البضائع لابد من ميناء غير الوديعة، أشار إلى هذه النقطة، ما ردك على هذه النقطة على سبيل المثال فقط
واحدة من النقاط التي طرحها غمدان. منفذ الإيقاف في منفذ الوديعة والإيقاف في منفذ عدن هو لإعادة ترتيب أمور أمنية تختص بإجراءات الدخول والخروج سواء في الميناء أو في المطار. منفذ الوديعة أيضا مع الأسف كانت كثير من البضائع التي تدخل لليمن من خلال منفذ الوديعة أيضا تباع على ويستلم الحوثيين وتباع في السوق السوداء. نشتكي العموم في التحالف وفي اليمن في الشرعية من وجود عنصر الخيانة في الداخل. أما عجز التحالف في سؤالك السؤال الثاني، التحالف لم يعجز في الماضي، من حقق استعاد 85% ليس بعاجز، هو قادر الآن سيستعيد ما تبقى. أذكرك أنه لم يظهر في الثلاث أيام أو الأسبوع الماضي منذ أن تحدث سمو الأمير محمد بن سلمان أنه لم تتوقف الحرب حتى ولن أكمل الباقي، أنه هذا الأمر عبارة عن توجيه سياسي سيتبعها استراتيجية عسكرية. طيب سيادة العامل كيف تقول كيف تشير إلى وجود خيانة داخل ميناء عدن؟ ميناء عدن تحت سيطرة الشرعية وبإشراف من التحالف العربي. ميناء عدن أنا أؤكد لك وكثير مع الأسف غايبة عنه المعلومية، الأمم المتحدة ما كانت تسمح لأي سفينة إغاثة أو مساعدات عن طريق الأمم المتحدة ومنظماتها وهي أكثر من 66 جهة إلا عن طريق ميناء الحديدة الأمم المتحدة مع الأسف كانت إلى يوم أمس شريكة في المشكلة وليست طرفا بالحل. أمس تراجعت وسحبت السفن وأنذرت السفن وأوقفت مساعداتها وستتجه إلى المخا وإلى عدن وإلى شحن إلى عفوا إلى الغيضة وإلى كل ميناء يستطيع، وإذا لم يكن هناك ميناء سيتم تأهيله. المنافذ ستبقى مفتوحة وبكميات أكبر. مراعاة الشؤون الإنسانية والمساعدات واحد من أهم واجبات التحالف والشرعية تحرص على ذلك ونحن ندرك ذلك، ولكن هناك ترتيبات. فلنتخلى قليلا عن جلد الذات ونتوجه إلى من سبب هذه المشكلة. لماذا نتكلم عن التحالف ولا نتكلم عن الإنقلابيين؟ لماذا نتكلم عن إيران والعالم يجمع أن إيران هي الداعم الأول للإرهاب، هي من صنع الأزمات؟ صحيح، هذه نقطة مهمة منك سيادة العميد. صحيح نقطة مهمة. لماذا نتحدث وننتقد داخل أطراف التحالف العربي ونضيق على اليمنيين؟ لماذا السعودية لا تقطع علاقاتها والمطارات مع إيران؟ لماذا لا تتخذ إجراءات ربما تصعيد مع الإيرانيين واليمنيين؟ ليس بيننا وبين إيران علاقات. ما أسمعك يا أخي، يبدو أن هناك ما خلأ فني أو خلل متعمد. لا انا اسمعك، انا اقصد اتحدث بشكل عام. التحالف العربي اليوم ربما لماذا لا يتخذ قرار اجماع من كل دول التحالف العربي ويقطعوا الرحلات والطيران وكل العلاقات مع ايران ويضيقوا ويكون لهم موقف واضح؟ لماذا اليوم الحديث عن دور والتحالف العربي يلعبه بالوكاله فقط في اليمن؟ لماذا لا تكون هناك اجراءات تصعيديه من قبل التحالف العربي ضد ايران بشكل مباشر؟ أنا أجاوبك مع الأسف. أتمنى أن كل الإعلاميين يكون لديهم مساحة واسعة وصبر لغور ماذا يحدث حاليا. البيئة تغيرت حاليا، ما ظهر إلا دخان متصاعد لبركان قد ينفجر في أي لحظة، لأنه نفذ صبر الجميع باتجاه إيران. إيران إذا كانت تعتقد أو اعتقدت أن إشعال الحرائق في اليمن أو لبنان أو سوريا أو اليمن لن يصل هذه الحرائق إلى قم أو طهران فهي تعيش في أوهام. الصورة تكاد تكون واضحة حاليا، أنصار الحلول لم تعد مطروحة ومقبولة. أستاذ سامي، المواجهة المباشرة باتت ضرورية وليس خيارا ولكن ضرورة، وضرورة ستؤدي إلى عمل بحول الله لا يبكي ولا بر حتى يخرج الأحور الدجال من هناك إن شاء الله بعد قرون. إيران تعمل على إطارة أمد الحرب في اليمن لتعزيز مطامعها في الإقليم وهذا غير مقبول، ولكن مع الأسف هناك من يتساعد معها سواء مع الشرعية أو مع غير الشرعية. نرى من قنوات إعلامية ومن يستلم بالملايين الدولارات من الدوحة ومن خلافها، ونعير نحن في التحالف أننا نضيق أو ننتهك اليمن أو الشعب اليمني البسيط. التحالف يقوم بواجبه على أكمل وجه
وسترى نتائجه قريبا، ولكن ونتمنى. طيب ما المطلوب؟ طيب سيادة العميد، طيب سيادة العميد، انتم توجهون انتقاد لوسائل الاعلام، ما المطلوب منا؟ طيب ما المطلوب منا الان؟ انتم توجهون الانتقاد في الاعلام اننا ننقل ان التحالف يضيق على المواطنين، ما المطلوب منا؟ ما الذي تريدوه؟ ما المطلوب ان يقوم به هذا وسائل الاعلام اليمنية حتى نكون في صف الشرعية كما ترى، مع أنه هذه القنوات هي في صف الشرعية ولطالما اتخذت ضدها الكثير من الإجراءات بسبب هذا الموقف، وهذه قضيتنا أصلا ولن نتنازل عنها أيضا، يعني لسنا بحاجة لأحد أن يوجهنا ما الذي نعمل. المطلوب منكم أن المطلوب أن تمارسوا ساس ثاني، المطلوب أن يكون دوركم دور إعلام حربي كما في المسيرة، المطلوب أن يكون دوركم إعلام كما في إعلام إيران مع الانقلابيين، المطلوب أن يكون دوركم دور إعلامي حقيقي ليس انتقائي. نسمع الأخت توفى الكرمان تستهدف المملكة والإمارات مع الأسف لأنها تتغذى على مال الدوحة، هذا غير مقبول. جلد الذات لا يمكن أن يوصل إلا مزيد من التفرقة. الإعلام الخارجي اليمني مقصر مع الأسف، ويجب أن يكون موجه للداخل اليمني وضد الإنقلابيين. الإعلام وظيفته التركيز، التركيز الإعلام يركز على الحقائق ونحن نحاول ننقل صوت الناس. التحالف بسياساته التي توصف بأنها ربما خرقاء وبعض الأحيان غير موفقة هي من تثير هذه الثغرات، يعني القرار الأخير بإيقاف المنافذ وتسليط الضوء عندما كل المؤسسات الدولية والمسؤولين الدوليين يتحدثون عن مجاعة، ما الذي يفترض به أن نعمل ونناقشه في قنواتنا؟ انتقل للاستاذ غمدان اليوسفي من هولندا. استاذ غمدان اليوسفي، هل تعتقد ان التحالف ينسق مع الشرعيه فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ وما دور الحكومه؟ هل ما زال بيدها فعل شيء؟ اولا بس توضيح لسياده العميد، لانه يعني فيما يتعلق ب يعني بمفردات ربما هي استفزت مفردات انتهاكات التحالف. انا اولا عضو الفريق، يعني عضو الفريق يعني المساند للشرعيه في جنيف منذ يعني 3 سنوات، واشارك في كل هذه الفعاليات التي تقف ضد لجنه التحقيق الدوليه، واقولها يعني بشكل صريح ولا اخشى من ذلك. ويعني وكنت في حتى في اخر دوره في شهر سبتمبر الماضي في 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 ذلك الفريق، وعملنا حتى اخر لحظه وناقشنا حتى هذا الموضوع مع مسؤولين سعوديين، ان يعني ان استمرار يعني وقوع اذا يعني لنخفف فقط من حساسيه المفردات، الاستمرار في موضوع يعني الاخطاء، ويعني خصوصا ما يتعلق باخطاء الطيران، واليوم ما يتعلق باغلاق المنافذ، يعني هي ستحسب وفقا للمصطلحات الدوليه وفقا للمصطلحات المنظمات بانها انتهاكات يعني يقوم بها التحالف. انا اتحدث عن يعني مصطلحات تناقشها هذه المنظمات الدوليه وليس تعريفا مني ان اقوم بتعريف يعني هذا الامر. ما يتعلق فقط ربما اريد التركيز ايضا على يعني على جزئيه المطارات، يعني ما الذي يعني استدعى خطوه اغلاق المطارات؟ المطارات نحن ندرك انها في قبضه مشدده للغايه، في سواء في عدن او في سيئون او في حضرموت، يعني في النهايه ايضا يعني سياده العميد نحن نتحدث عن وجع يمسنا نحن اليمنيين بطيف واسع، يعني كلما كان التضييق علينا اوسع كلما تحدثنا. اعتقد انه يعني لم نقصر في مساله يعني جلد الحوثي ونقده، واليوم علينا من عليه حكم اعدام، واليوم من هم مشردين في الخارج بسبب هذه المواقف. يعني ربما انا ايضا احد الاشخاص اتحدث عن بشكل شخصي، ليس الموضوع فقط اننا نجلد التحالف ونغفر الحوثي، في النهايه الحوثي عدونا الاول يعني، لكن ان تعطيه او تمنحه الذرائع او ان يعني تجلدنا نحن بسببه فهذه برضو إشكالية كبيرة. يعني قد يعني هذه الخطوات التي اتخذت مؤخرا كان بالإمكان أن يتم اتخاذ خطوات مخففة على الأقل، يعني بما يتعلق بالمطارات، على الأقل فيما يتعلق ب يعني المنافذ الآمنة مثل منفذ الوديعة، مثل ميناء عدن، مثل يعني المخا، غيرها، يعني لا تستحق مثل هذه الخطوة بشكل كامل. يعني ربما هناك مراجعة في هذه النقطة، لا نعلن عن فتح منفذ الوديعة وإعادة العمل في ميناء عدن كما قال سيادة العميد، والأخبار تتحدث أيضا ربما أنه يحدث مراجعات في موقف التحالف العربي. غمدان
نعم، يعني هذه المراجعات أساسا مهمة، لأن ردة الفعل في النهاية يعني إذا لاحظناها أعتقد أن ردة الفعل كانت مننا نحن المساندين سواء للشرعية أو لخطوات التحالف يعني بشكل أساسي أكثر من ردة الفعل أيضا من الطرف الآخر الذي هو أساسا مستفيد من هذه الخطوة، ويعني سيبني أسواق سوداء جديدة في الداخل وسيستفيد من هذه الخطوة، يعني ربما هو المستفيد الأول والأخير من هذه العملية. الحوثي هو المستفيد الأول والأخير من إغلاق المنافذ، وليس يعني دول التحالف وليس المملكة العربية السعودية وليس ولن تقف الصواريخ بجراء هذه الخطوة، ولا يعني كل هذه مؤشرات أعتقد أنها بانت على أرض الواقع بشكل مباشر. أما ما يتعلق بالتنسيق بين الحكومة وبين يعني وبين التحالف، يعني للأسف يعني كنت على تواصل مع ربما مع أعضاء في وفد الحكومة الذي كان مشارك في يعني في جلسات منتدى الشباب في شرم الشيخ، والذي شارك فيه رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ويعني صدموا بالخطوة يعني إلى درجة أن يعني حتى رئيس الوزراء كان يخطط للعودة مبكرا يعني وإنهاء وقطع زيارته في جمهورية مصر، ولأنه الخطوة كان ظهر أنها ليست منسق لها من قبل كافة الأطراف. يعني أعتقد طيب غمدان أنا يعني مضطر لشكرك غمدان، لم يعد لدي سوى دقيقة واحدة سأختم بها مع العميد حسن الشهري، أنتقل إلى العميد حسن بشكل سريع. إذن يبدو أن التحالف ينسق لهذه القرارات، ربما هذا القرار الأخير بدون علم الشرعية كما قال الأستاذ غمدان بناء على نقل معلومات متوفرة لديه، هذا سؤال يحق لك الرد عليه. وأيضا سؤال آخر، اليوم هناك ضغوط من المجتمع الدولي والمؤسسة الدولية على التحالف العربي بداعي أن هناك سيحصل تضييق وربما مجاعة قريبة بسبب هذه الإجراءات، ما هي خطط ومعالجات التحالف العربي للحد من آثار وتداعيات هذا القرار؟ لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار دون وجود الرئيس فخامة الرئيس هادي في الموضوع. إذا كان معالي رئيس الوزراء أو دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية غاب عن ذلك فهذا نعتبرها كمان من ضمن نقاط الضعف. أما الضغوط الأمم المتحدة فأعتقد أن الأمم المتحدة تراجعت عن ضغوطاتها وأصبحت البيئة الآن الدولية إيجابية، فقط البيئة اليمنية فقط هي الضاغطة، مطلوب من الشعب اليمني أن ينهض بالكامل. 5000 حوثي انقلابي في صنعاء يسيطرون على 3 مليون، ما هذا؟ المفترض أن نرى ثورة عارمة من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل الأرض، من أجل العرض، من أجل الدين، من أجل الإنسانية. هذا ما هو مطلوب، ويساند الشرعية، الشرعية على مشارف صنعاء وسنستعيد الحديدة بالكامل قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك العميد حسن الشيري الخبير العسكري السعودي، وايضا الشكر موصول للكاتب الصحفي والمحلل السياسي غمدان اليوسفي كان ايضا معنا من هولندا في هذه الحلقه. انتهت هذه الحلقه من زاوية الحدث، في الختام تحيه الطاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقه الزميل محمد عبد المغني، في امان الله.